طيلة اليوم راقب الله. طافت ابني قال لي شيطان فرصة جميل لا تفوتك. الآن أنا أمام تحدي أقول يا رب أنت عطيتني هالعين وناس شاب وراحت عينه، أنت يمكن إذا أنا ما أشكر النعمة تأخذها ما بطالع يا رب لوجهك ما بطالع. يا رسول الله الإمام صادق قاعد يا أصحابه قال لهم ما لكم تسيئون رسول الله؟ تعجبوا كيف نزعج النبي وإحنا مو وياه؟ قال تذنبون الذنب فيعرض عليه فيسيئه يحزن النبي، فإحنا الآن النبي ما أوذي نبي كما أوذي لأجل إيصال الرسالة، لأن الآن إحنا نطرش إليه ما يزعجه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، نزعج النبي. فواحد يقول يا رسول الله النظرة تزعجك، أنا ما أحبك ما أزعجك ما بطالع. ثم أقول يا صاحب الزمان أنت إمامنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنت يعرض عليك الأعمال وانت في الغيبة ونحن نزعجك ما بطالع لأني أحبك. من زمان المرأة البنية طافت وراحت وأنا قاعد أكلم الله ورسوله والإمام، ما أشعر إلا عندي لذة أن الله راضي والنبي راضي والإمام راضي، لذة تفوق لذة المعصية إن كان المعصية لذة. في الليل الليل قبل لا أنام أقول وش اليوم نجحنا لو سقطنا في الامتحان، أحاسب نفسي شفت روحي لا الحمد لله ما لا غتبت لا فعلت، أقول الحمد لله ربي وفقني اليوم باكر وفقني، يوم أشوف روحي لا وقعت أقول باكر لازم أنجح،